كلمه كيما مولف ديروا مع الاخرين. يا سلام عليكم، شكرا بخير ان شاء الله. الله يسعدك بالصحه. كلمه على سعيد شوال. صح، على سعيد شوال. كلمه على الظلم، سعيد شوال خليه يهضر، ما تقاطعولوش رايك. يا جماعه ما لازمش نروحوا للهامشيات ونخلوا الصح. فهمتني؟ كاين امور يقول لك اما اهل مكه ادرى بشعبها. هذا الطفل هذا الحق ما يعرفه الا هو، ما كان حتى واحد فينا يعرف. واللي اي واحد يهضر هضره يشاش هاد الصور. انا غلطان يا جماعه، هو الكلمه الاولى والاخيره عنده هو. هو يقول فيها ولا ما فيها؟ هو صرح. يا خويا العزيز، هو صرح ام صرح. يا خويا العزيز صح، انا والله ما نقدر نهضر ما نظلمش، لانه ظلم ظلمات يوم القيامه. صح، وعمري لا نشخص العباد، احنا جينا من اجل اسقاط نظام. نظام نظام هذا لازم يتبدل، يجي نظام واحد اخر. باش تقولي انت انسان هذيك كسرات ولا ما صراتش، بين الحق والباطل كاين 47 هاهم لك، هاو الحق والباطل. دونك كل واحد يغني بغنى، ولكن لو فيكتيم كاين لوتال. لو فيكتيم، لو فيكتيم لما يقول انا هو صرالي هذاك هو صرالي. فهمت؟ الناس بلا بكر يقول لك انت وليد من؟ قول وليد فلان، اذا ما كذبتش الام تاعي، لانه هي على بالها تقول انا وليدها ولا وليد بابها ولا لا لا ولا وليد واحد اخر. افار هي ولا واحد ما على باله. تقول انا وليد فلان اذا ما كذبتش الام تاعي. مش هي وارد باقيلا اللي بيت فاميل؟ نعم وارد باقيلا اللي بيت فاميل الناس. ماشي على ورات. انا ماكش فاهم على الحقيقه يعني كذا. يعني الواقع هو على باله الشيء هذا كان من ولا ما كانش. انا ما نقدرش نهضر حاجه ما شفتهاش. صح، بارك الله في وذاك تفن. ماشي على الديفورسي. هو باباه جا للتريبينال ضغطوا عليه باش يدير ديبوزي بلانت. هادو اللي جانا هادو قالوا ما ودي وليدي واش هضر راني معاه. قالوا ما انا ما نبصيش ولا دابا. معلش الحضانه بابا، معلش اي عنده. معليش معليش هما ضغطوا عليه. معليش بابا، معلش معليش سمعني على بالي الحضانه عندي ما على بالي. ويما هضرت واش هضرت هكذا. هو هضر واش هضر. ومن بعد بابا عيطوا له في تريبينال قالوا له ديبوزي بلانت بهذا اللي جانا هذا باش الاعلام هذا هو اللي شواه وكذا كذا باش تجي سوا سوا. قالوا ما ودي انا ما شواه وليدي عنده الحق. واش قال هذاك هو تسكرمت والله. شوف القضيه يعني فيها شغل خلاو يهضر خلاو يعبر خلاو يعبر راه يهضر. انا والله واحد الانسان البارح نعم رحت لواحد القهوه قصر مع مولاه. صح، قال لي والله يا طفل هذا كان هنا مريح يبكي واحد البكا اكسترا وردينا. وخوه يقولوا انت درت هذا براسك هكذا. خوه انا ما كنتش معاه. يقولوا بلي خوه الله يعلم. وذاك مول القهوه حكى لي هكذا. انا ما لقيتو ما هضرت معاه. هو يعرف كل شيء. القهوه يدور كاع فيها الجهه دوك العالم كاع على بالو. صح، قلنا طفل كاين يعني لاتو ميديكال استادير طبيب وحده، وكاين حاجه ثانيه كل واحد يضرب على مقداف. وهذه دنيا بصح لو فيكتيم هو يقدر يباصيك يقدر ما يباصيك. هو البروكيرور قال باللي طبيب ما خلاهمش يديروا له الفحص الطبي. ما كاش منها الفحص الطبي كامل. ما كاش منها ما يخليش ما يخليش. انت لابوليس دير له لي مينوط ودير له الفحص ذراع. انت هذه حاجه غامضه. صح، لازم هذا فحص. ما عندكش ضروات كي تفوت دير له. كيفاش ما ديرلوش الفحص؟ عند لابوليس. معليش عند لابوليس حتى الهضره تصريح. هو اللي يصرح. انا ما شفتش لداخل. هذا التحقيق واش قال؟ قال ما عندناش دروا فورسيوا باش نديروا لي زاناليز باسكو مينا القانون يحمي. معليش وكي ما درتش لي زاناليز كيفاش تعرف؟ وكيفاش تعرف؟ كيفاش تعرف الحق من بعد؟ الكوميساريه يفتح كاميرا تاعو في الكوميساريه. عنده ما عندهمش. هذا واش عندهم كاع في الكوميساريه؟ كاش كاميرا؟ هذه صارت لداخل الكوميساريه. الكوميساريه بدا يمس ليه. وحتى ولو ما تكونش كاين ليارجي تاع الكوميساريا سيرتي دايره، من المفروض ليارجي هي تفتح التحقيق ايدونتيفيكاسيون اي رونسينمون جينيرو. وكاين لابوليس سيونتيفيك حتى يديروا لي زومبرانت. يعني كلش واضح درك كوضوح الشمس. بصح لو فيكتيم هو واسع يقول لك فيها ولا ما فيهاش. كاينه ولا لا؟ لا صح. والناس اللي داوهم اللي كانوا معاه صوروا داروا فيديو يما هم صار روحت بلي انا اللي قلت للناس هذو صوروا. ومن بعد راهم في الحبس. كيفاش صور نورمال؟ صور موش من الناس اللي راهم في الحبس. اللي راهم في الحبس لازم يشارعوا. تعطينا كلمه عليهم تاعي. لازم يشارعوا ويهضروا يعني يعني الحق. حتى ولو كان انا قرعه ما قال سرقتها عطيتش سرقتها. وشوف سي لا فان دي موند. بصح لازم يعني الصح يكون. لاخاطرش دائما حنا الشيء هذا كاع اللي رانا صارين اللي صارين 260 لهنا ما كانش صح، ما كانش شفافيه. هي من المفروض
انت يا طفل صغير باش تديه للكوميساريا، هو اليمينور كي تديو للكوميساريا بلاصه لداطون تعيط للبابا ولا ذاك الام تاعو الحاضر عيطوا ليما. انت هي انت ما تهسي تا مينور الامر لازم الامر يعني ما دير له حتى اجراءات صافي. لحد الان مازال ما توضحتش القضيه تاع سعيد بيزير. مازال وحتى الناس هذوك واش رايحين يقطعوا لهم رسالهم، معناتها ربما كشهود ربما كذا. حنا باش ما نظلموا حتى واحد، ما نظلم لا البوليسي لا الطفل لا الاخرين. يعني الصح كاين واحد، انا القبله كاينه وحده، الصح كاين واحد يعني الطفل اللي يصرح ولي زاناليز ميديكال سي اوبليغاتوار. حتى ولو كان الطفل يرفض مثلا طبيب من الجزائر يقال جيبوا لي طبيب من الخارج، يجيبوا لي طبيب من الخارج. انا ما عنديش ثقه كاع في الطب تاع الجزائر، من حقي جيبوا لي طبيب من الخارج، بصح لازم لي زاناليز ميديكال. طبي عندي سؤال. اه قانون الاجراءات يقول لك كي يرفدوا واحد ويحتاج 24 ساعه ولا 48 ساعه والله اعلم حتى 72 ساعه كي يكون في التحقيق باش يوصل برك صدع السؤال تاعي كي يفتحوا تحقيق. الله اعلم الصحافه ما يعرفوش نورمالمون واش كاين في التحقيق. زعما مثلا جديت والجماعه كي داوهم كيرفدوهم ودخلوهم للتحقيق يومين تاع تحقيق. الصحافه كيفاش في النهار الاول كانت تنشر قال لك هاي التهم اللي عندهم هاي التهم هاي التهم والمحاميين 8 تاع الصباح 9 تاع الصباح 10 تاع الصباح البارح مازال ما يعرفوش التهمات وشنو هو. والقنوات الشرور هذه والجماعه كانوا ينشروا التهم اللي متهمين بها الناس. هذه صح كي طلبوا المحاميين كي طلبوا في المحكمه قالوا لهم اعطونا التهم. قالوا لهم ما كاش، قالوا لهم ينشروا الصحافه تنشر كيفاش الصحافه يلحق الخبر وحنا هيئه الدفاع تاعو ما نعرفوش الخبر. ولي كيفي مسؤوليه واش يا جماعه باش يجاوب. هي اول حاجه دار الشرع ما يضرك العداله ماهيش كيما بكري. كي دخلت لا مانستي انترناسيونال كي جاب اعتقال هنا الجزائر تغير السجون تغير العداله درك نورمالمو تخدم حتى 12 تاع الليل. بنادم تشدوه من بريزون حتى ولو كان 11 12 تاع الليل ما كانش هذه تكاردي. هذه تكاردي ما كانش منها، هذه يعني خروقات في القانون. تشدوا منا ماشي انت اللي تحقق، قاضي البحث والتحقيق هو اللي يتحقق مع الانسان هذا. وهذه ما فيهاش تحقيق، هذه كاين قال لك مسيره غير مرخصه. لا هذا تصعيد. عندي سؤال واحد اسمح لي خليني نكمل. هذا التصعيد هذا داخل يعني في الماده 149 من دستور الانسان عنده حق التظاهر. ما حددلكش الزمان وما حددلكش المكان، ما قالكش دير بالجمعه وما قالكش حتى الربع البوليسيه يحاوزوا وما قالكش غير الغلو. حريه التنقل والتعبير بصح ما حددلكش الزمان والمكان. عندي سؤال. هذا الطفل يقدر يتظاهر ولا كبير ولا صغير في اي وقت، شريطه ان يكون سلمي. عندي سؤال واحد اخر بابيو اسمح لي خويا. الله يصلح الله يصلحك. اسمح لي سؤال واحد اخر بابيو. البارح نقولوا دائما نبقى في القضيه تاع تجديد خيمود والجماعه ربي يطلق صراحه ما تصورنيش خويا العزيز. قاضي التحقيق قال لهم بعد ما درنا التحقيق، هذا قاضي العاصمه ولا اسمه نائب العام تاع العاصمه، قال لهم درنا التحقيق واكتشفنا انهم كونوا جامعه اشرار وانهم يديروا الدعاره وكذا وكذا وكذا. السمانه اللي فاتت تجديد احتجزوه يومين، كيفاش كانوا ما فاقولوش باللي مكون جامعه اشرار وتلقوه؟ بعد ثلاث ايام زيد تحكموا تفاقلوا باللي درت جامعه اشرار. يا اخي جامعه الاشرار ما عندهاش علاقه بالمسيره. اشرار بالضبط لا وكذا، المسيره ماهيش اشرار، هذه قضيه سياسيه ماهيش. هذه حتى تقول لي كيما راهم يقول لك لقينا مروكي في المسيره. انا ما عنديش يعني حاجه اللي ينضوتي فيه العباد، ولا كيما قال لي واحد قال لي اللافتات ما نقدرش نكونترولي اللافتات حتى ولو كان انايا يديروني الغاشي نكونترولي. ما تقدرش اللافتات تاع معليش تاع مليون بنادم تكونتروليهم، وما تقدرش تكون تشوف اذا واحد مروكي ولا تونسي. حاجه واحده انايا اللي نضمن لك باللي حضرتها في الجمعه 29 اذا ما نشغل يعني في 29 فبراير الجمعه الدوزيام 22 29 فبراير. قلت فهمت قلت الانسان اسمع خلونا من الغاشي فهمت. وصل قلنا في الجمعه 29 قلنا اللي يسرق اللي يتبنى البوليسيه اللي ما يسلمي ليس منا ولسنا منهم. ما يجيش عندنا. فهمني اللي يجي يسرق في المسيره انا مانيش مسؤول عليه. باسكو انا في المسيره. فهمتني؟ كمل. وحنا عندنا ناس عقال مثل هذا الشيخ، هذا ناس كبار. من المفروض هما اللي ينظموا لنا الامور كيما هذا. كاين هما ساعات يدوا يجيبوا لنا عباد باش يخرجونا على السلميه. بصح العالم عندنا عامين على بالهم بلي احنا سلميين. اللي ماهوش سلمي ماهوش منا. احنا متبريين منهم.
انت واحد راه يخرج من الحال نو في المسيره كاين سياسه وفقط ما نهضروا لا على الاقتصاد لا على الزطله ولا على كذا وعلى كذا ولا حنا عندنا مشكل سياسي وفقط حنا نجيو هنايا باش نعبروا باللي النظام هذا ما عجبناش في اطار ما نخرجوش على الاطار فهمتني دروك انت طفل ديتو من المسيره على اساس انه هذا الطفل راه يدير في المسيره ولا لا لا صح والمسيره تقول غير مرخصه نقول لك راك غلط ماشي مرخصه هي بالسبت وبالسبت بالسبت ولا بالحد ولا بالاثنين انا قلت لك التنقل والتعبير في الدستور ما حددلكش المكان والزمان ما قالكش بالجمعه ولا في الليل ولا في النهار واش انا بوليسي عاوزني على اربع مرات خويا ولا عنده 10 سنين ولا عنده 100 سنه كيف كيف ماهوش داير لي 8 سوايع ولا لا داير لي حريه التنقل والتعبير لا بعض بعض الببغاء يقول لك مينا كيف يجي للحراك يجي ما حددتش حتى العمر حرية التنقل ما قالكش اللي في عمره فوق 15 سنة في القانون كاين اللي طفل صغير عنده حق حق تاعو قلنا ما حددش مادة في الدستور ما تحددش صح هما يا بابيو هما قال لك كي ديناه ما عقلناش شحال في عمره يبان قوة يبان كبير في العمر إيما بصح شخصية بعد اكتشفنا من بعد عرفنا بعد كيفاش كيفاش جاوبوا باللي مينور كيفاش عرفوا باللي وليد الحرام هذا هو السؤال اللي طرحته يا جماعة كيفاش ما تعرفش يا خويا العزيز حتى ولو كان سنة قليلة علاش حتى ولو كان انت ما عرفتش شخصية تعيط لوالديه ما الانسان هذا ماهوش عيد نظيفي ونزيد نقول لك حاجه في القانون حبس في القانون ممنوع تشارع الانسان وما تعرفش الهويه تاعو وهذه خطرة انا دخلتها لهم في الاخر دخلت لهم ماده في القانون دايروها جديده دار هذاك اللي داوها الحبس ممنوع تشارع الانسان بلا ما تعرف الهويه تاعو لازم تعرفوا شكون باش تشارع له اكيد باسكو انا نقول لك سموني عمار بوزوار وانا سموني قدور بن يحيى لازم تعرف شكون انا فهمتني هذا طفل مادام سرق قال انني صغير ولي الامر تاعو سكون ابل بالقوريه لو تيتا هو يسوكب بهذا الاخر صح بابيو هما كي قالوا هما هذيك باش يكذبوا يهربوا برك من الواقع كي قالوا شدينا ثم سوايع ما كناش على بالنا بني مينر هو صح قباري في لاطي الله يبارك بصح كيفاش قالوا انت درنا عليك لونكيت عرضناك بلي وليد الحرام قالوا قالوا واش غادي ندير التحقيق نعرفوا بلي انت ماشي شرك سامع فيك يما خالتك هو عنده بابا وعنده يما من هو حتى من يعني من حقه يروح الوكيل الجمهوري ويستقبل عنده نهار بالسمعنا ويشكي هذه هي يعني كل حوم مور عندها الاخر تاعها في القانون يقول لك ما مولد الحرام وما تسبوش ما تقولوش من الحرام بنسير عنده حقوقه بنسير ما تسبوش راه بنادم كيما انت بابي السؤال هل كاين عداله فاشله ها هل كاين عداله وانت على واش جيت لهنا؟ جيت على جال حريه العداله وحريه الصحافه وحريه البطاطا حتى البطاطا وزيت ماهوش احرار مازال ما تحررش زيد خطره 100,000 لازم كل شيء يتحرر حنا ماناش احرار بيبليا والتصويره تاعي قال لك حطيو هذا اللي ما قدرتوش تبدلوه حبيتوا تبدلوا الجزائر كي شغل انتم ماكم كنتوا المسيره باش انا نتبدل غدوه نلبس لكم كوستيم بير كاردا اخر زي تاع السكمه هذا بس هاي ولات امريكا عداله هذوما هذوما هذوك بالبازر قولي هضر ماشي عيب يعني مستوى لهذا المستوى المستوى تاعهم ذاك العام ضايع وصحافه تاع جريده البلاد بلاد والحياه ما تاع الحياه ما من الحياه قال خلينا تاع الحياه لو ديريكتور وقيله دو بيبليسيتي ولا كالتش كوم سا هذاك يعني يدير واحد الاخر تاع دراري صغار ناشي هذا هذا ماشي صحه صح نوري اسمح لي نوري لك حاجه هذا الشروق هذو اللي عطاكم لا لا حنا الحياه الحياه اغلب يوم حناشي البارح سمعتو حناشي شروق عطاكمني واحد الروجي بنقاوري بالك وليد فرنسا هذا اللي عطاكاني نقول له بلي هذاك رئيس الجريده هذاك اللي مفوضين كيفاش يعيطولو اللي عنده معاهم وهما يهضروا عليك شغل رازون اللي قدتوه لو ديريكتور دي بيبليسيتي يهضر راهي بنته هم داروا بنته وديريكتور دي بيبليسيتي اسمع خلاص رجال في التاي خلونا على بناقه واش راكم ديروا علي فوضين واش انا اللي جيني ما عند رخيص ما تخيس